في واحد انشطف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. جيتكم مقطع جديد اليوم، مقطعنا يا جماعة الخير نفس الشارع حق نجرات، بس هالمرة راح نلعب فيه اونلاين ونشوف وضعه برضه في الفريمات في الاونلاين كيف راح يكون. قللت الجودة، خففتها شوي وطفيت بعض الامور، وبنفس الوقت ابغى استمتع فيه اونلاين لان فعليا انا عاجبني الشارع ده، فابغى اشوف كيف بيكون وضعه لما يكون في سيرفر زحمه. تقريبا السيرفر اللي انا فيه هذا حدود فيه يمكن 17 واحد، فبشوف كيف وضعه بيكون في ذا الزحمه. من الان في دروب واضح، هو لا اذا صار في دروب بتعقد واجد من الدروب. ودي اقلل الجوده زياده، واذا لا تنسوني تريبل سكرين. بس شوفوا ترى التريبل اخف من الفي ار، الفي ار تسحب صراحة تسحب فريمات اكثر من كذا. جاوبي دروبات هي. والله دروب 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 بزيادة، حرام عليك يا نجرات. ياهي وسع، حرام عليك. ايش قاعد واقف كذا؟ صار صبه، لان انا اليوم ابي اكون صبه صراحه، ما حبيت اكون موتر، فقررت اني اصير صبه. استهبل وبراق، خلا اطير البراق ذا في راسك كذا قهرني. وين نفكوا؟ نفك بعد الشارع. وين شطف اللاعب؟ والله دروب يا عيال، اقسم بالله دروب مو بصاحي، دروب يرفع الضغط. يعني ما تدري تقلل جوده زياده ولا ايش السالفه. هيه يا المطب، يا عمري محطة تجي. يا هي عداني العيب، عداني العيب. يلا بعد المطب، بعد المطب. يلا تفكنا شرد الدروب. بديت اتأقلم مع الدروب، اوزن على الدروب. جدار. يو. والله يضرب مو بصاحي يا عيال، اقسم بالله يضرب مو بصاحي. ما بقلل الجوده وبرجع بقلل زياده، بطف ام شيخ، بشوف النخل كانه ابراج 3G. وش ذا؟ والله وش ذا؟ ابغى استمتع. ما يا اخي هذه الى الان مشكله في المصممين، الى الان ما ادري ايش السبب انه يخلي المبات فيها دروب. والله العظيم ما ادري شو السبب يا عيال. انا من النوع اللي ما احب اسوي هذه الحركه، ما احب اقولها، لكن للامانه الشديده ما ادري ليش لما ادخل مابات اجانب ما الاقي دروب زي كذا. مو بكل المابات، في مابات اجانب فيها دروب، اعترف بهذا الشيء، لكن في مابات كبيره كبيره. اقرب مثال الدايري حق اليابان، تقريبا 160 كيلو، عباره عن دايري مدينه اليابان، وعبارة عن أبراج، في كل شيء، في كل التفاصيل، في محطة، في تفتيش، في كل شيء، ما في دروب. بس شارع صغير 4 كيلو، سيدين صغيرة دروب. يعني والله فعليا في ناس قاعد تشتري كمبيوترات قوية، لكن يقول يا عيال شو السالفة؟ ليش الدروب؟ أنا ألعب عليه بالجهاز، يروح يتضارب مع اللي باع له الجهاز. والله أشياء غريبة تحصل. طيب بقلل أم الجودة،
طيب رجعت السيرفر نفسه وقللت الجودة، حطيت لو بأقصى شيء، مو لو لو كلها لو، قللت بس يعني في أشياء قللت كثير، فإن شاء الله إنه والله باقي فيه دروب يا عيال. والله يا الله كم فريمات عندي؟ فريماتي 50. خلي الدروب شغال، خلي الفريمات شغالة عشان أشوف. غيرت الموتر، خذيت كدنزة، السبب ان في واحد خذ السونات علي. شوف الموكب اللي وراه، يلا اشلع اشلع اشلع، راح راح، اوه استر عليه. يهي يا مجنون، يهي يا مجنون، عداك العيب. هذا اللي سوى نفسه صبة هناك. كفو يا صبة كفو، يلا بشلع وراك. اسمع الطقم، لا 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 يلا 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 اشلع يا الكورد، يا هي اسلم اسلم. والله واخرنا عنا الحمد لله. عدل عدل، ايش توخر عنا يا شيخ؟ لا استهبل بعد المطب، شلع يا خبط وراح. حماس يا عيال، حماس الاونلاين والله. اقول لك والله لا اغسل انا، ها عدان العيب لبق جنبي يا بطل. يلبق معي يا مجانين، عداكم العيب والله، عداكم العيب. شلع يهي، أعدل يها. أقول لك تخش طرق تستهبل. هنا القيادة، هنا الفن. يلا بعد الإشارة شلع من وراه، يهي عدل وشد بعد المطب. يلا وين رحت انا الى ما لا نهايه؟ عداني العيب. يا والله يا حسيت اني بغيت اطيح، بس الحمد لله سيطرت. سري يلا يلا هوب شلع. ثانية خفل، سانتي بس حادث. بس شعره يا عيال، شعره، تخيل شعره. والله حماس حماس، الشارع يا عيال جامد جامد جامد، الكل يتجمع مع بعضه
والله اني يعني حسيت اني بشعور لايف فور سبيد، بس والله قللوا قللوا جودة اللعبة وتستمتعون. والله شوف ذا عبود قول له وش اللي جاني، وش صدمني اختفى بلاير عنده لاج. شوف ذا يسوون ذا هنا، يالله 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 بعد الإشارة، ها بعد الإشارة عدل شد. استر عليه يا خبل. غسيل بستم يا مدير. غسيل بستم. حبيت الملبق والله حبيته. الله في واحد انشطف عدل شد وانطل قدام. تحياتي لكم. الله يجزاك خير، هنا وصلنا نهاية مقطع، أتمنى المقطع عجبكم. إذا ما كنت تشترك في القناة لا تشترك، لا تنسى زر اللايك، وإذا تبي رابط الماب هذا تحصله في المقطع السابق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.